بص كميه الاهميه واهميه وجود لاعب بيعرف يعمل ايه في منطقه الجزاء، وده اللي احنا محتاجينه. الهدف الاول التحرك بتاعه كان اكثر من ممتاز وضرب المدافعين بشكل الاهلي فريق جبار زي الاحصاء ولا يا ولا يا اهلاوي انت يا ولا على المكتب ناوي والمكتب خلاص من نصيبك سعد سمير امام ده حمدي فتحي ثم سعد سمير الدوري يا بيتسو الدوري يا بيتسو الدوري يا بيتسو